باسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. اليوم هو يوم الجمعة من الأسبوع الرابع من الصوم الكبير، بركاته على جميعنا أمين. يوم نقدر نقول يوم كفاية وجود ربنا في حياتنا، الله وكفى. فالآن يا إسرائيل، من سفر التثنية إصحاح 10 عدد 12 و13، فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك لتسلك كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك وتحفظ وصايا الرب وفرائده التي أنا أوصيك بها اليوم لخيرك. أنا هجيب لك كل الخيرات. هي الوصايا ليه؟ عشان أشبعك، عشان أبسطك، عشان أحميك. وصايا دي زي وصايا الدكتور بعد عملية، زي وصايا المدرس ليلة الامتحان، زي وصايا الأب قبل ما يتنيح. فأنا بديك وصايا للحياة يا ابني، بديك خلاصة، بديك الفهم الصحيح للحياة. لا تبرر لنفسك وجود محبة غريبة بجوار الله. تحب الرب إلهك من كل قلبك، محبة لا تتفق مع محبة ربنا اوعى تدخلها قلبك، اوعى تسكن الظلمة مع خالق النور. الشهد لا يسكن مع المر. قول مع داود النبي: ومعك لا أريد شيء على الأرض. ويقول القديس أغسطينوس: من يمتلكك يا رب يسوع المسيح تشبع كل رغباته. من يمتلكك يا رب يسوع المسيح تشبع كل رغباته. ربنا يفرح قلوبكم. شوفكم بكرة بنعمة ربنا.